حاليا نشتغل بشكل أساسي بمكتب الدراسات والرخص. في حاليا عندنا مشكلة كبيرة هي ازدياد عدد الوافدين على قباسين لتأمين السكن المريح. فقامت البلدية بتوسع المخطط التنظيمي بحيث شمل أكثر من 30% من المنطقة القديمة لاستيعاب الناس. فالتوسعة تشمل طرقات وحدائق ومدارس. الطرقات بدأت تكون مخدمة من صرف صحي ومياه وطرق أسفلتية إن أمكن، أو الطرق ترابية مدحولة بشكل جيد. فعندنا أي مواطن بده يشتغل بده يجي يتقدم إلى البلدية بتقديم طلب رخصة. طلب الرخصة بده يتضمن أولاً مسح للعقار اللي موجود وموافقته للمخطط التنظيمي أو التوسع بالمخطط التنظيمي. الناحية الثانية بده يكون هذا له مخطط هندسي من نقابة المهندسين بشكل يحقق السكن الملائم للمواطن والسكن المريح من التهوية والإضاءة. فإحنا حاليا نقوم بإعداد السكن المريح لجميع المواطنين، والمواطن عليه التزام بالتعليمات اللي مقدمة له، بحيث أيضا البناء يكون مقاوم للزلازل، لأنه إحنا حاليا منطقة معرضة زلزاليا في المنطقة هاي اللي موجودة. فبفضل الله يعني الباب أقل تأثير من إعزاز وغيرها، لكن إحنا بدنا نأخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين السكن المريح والآمن للمواطنين وتأمين كافة الخدمات اللي ممكنها حسب الإمكانية من مياه وصرف صحي ومدارس ومرافق ضرورية للبناء. يعني إحنا عندنا التوسعة، بس التوسعة لحالها هي عبارة أكثر من 30 إلى 40% من المخطط القديم. فهي لها دلالة كبيرة على أنه في نسبة التوسع كبيرة جدا. والفصل أيضا مناسب للبناء، فصل الصيف والربيع غير الشتاء. الشتاء يقل عندنا حركة البناء للظروف المناخية اللي موجودة. فحاليا التوسعة أكثر من 30% من البلدة القديمة اللي موجودة. احنا الحركة العمرانية لها دور كبير جدا بالحركة الاقتصادية، لأنه كل ما زادت الحركة العمرانية تزود معنا نسبة تشغيل العمالة. العمالة والبطالة اللي موجودة فزيادة البناء بدها زيادة عاملين وزيادة فنيين وحركة للمواد، أيضا شراء لمواد البناء. ففي تأمن حركة جيدة واجتماعيا واقتصاديا للبلد. صار لي شي 15 سنة تقريبا بشتغل بالجبالي. اشتغلت تقريبا حوالي 3 سنين 4 سنين، تعلمت المصلحة، شراكة الزلمي، والحمد لله صرت لحالي أمور تمام. والشغل الحمد لله الله مفضل أمور تمام. والله حركة يعني بالنسبة للعقار صار لها تقريبا حوالي 5 6 شهور كويسة، ميكر الأمور تمام. يعني صارت تجي خلا من تركيا وصار في طلب والحركة كويسة، الأمور تمام الحمد لله. والله تيسير الله، يعني على الصباد 15 حسب على موجب الشغل، على موجب ما تلحق البيت نجي شغل 10 15 20 10 5 حسب تيسير الله. هلا بالنسبة لموضوع العمال ما بياخذوا يومي عنا، نحن بياخذوا نسبي تقريبا، بياخذوا نسبي على موجب الصبي، كل صبي على موجب سعره، يعني 5 دولارات 10 20، يعني بتوقف جمعيته 100 دولار 120 70 على موجب هوا الشغل بطلع يوميتين جمعيته تقريبا، يعني من 70 للـ100 تيسير الله. خلي جنبك خلي جنبك.
بشتغل بالمراوح، سقالت بيتون الحمد لله رب العالمين. بلشنا من صفر من مروحة واحدة والحمد لله الله رزقنا وصار عندنا بركة 10 ونشتغل وكادر طيب الحمد لله، ونشتغل بجميع المحافظات كاي مكان مكان شغل بنروح عليه ما عندنا مشكلة. حاليا عم اشتغل هلا بلدة قباسين مشتغلين الحمد لله رب العالمين، والوضع كويس وطيب الحمد لله. العدد كثافة الشغل هي اللي خلتني اطور حالي وازيد مراوحي. بلشت كبداية يعني مراوح ما بسيطة، ومبدأ أول شيء ما أخذ يعطيني الشغل لأني ما كنت عندي خبرة زادي. الحمد لله هلا صار خبرة كويسة وأمور كويسة وصبغات وشغلات وكلهم اشتغلوا شيء كويس، وصارت خلق تزيد على خبرتنا تعطينا شغل على شغلنا الكويس. الشغيل عندي بنجيب الشغيل أول ما بيشتغل ما بعرف يعني قل له مثلاً المي، اشتغل على المي بعدين على التربية بعدين يستلم مروحي يصير معلم، يعني تدريجي ما هو مباشر يسلموا مروحي لأني ما في خطر عليها إذا واحد مباشر يقود مروحي ما بقدر صعب عليه. بده يشتغل بداية يشوف الخلا شلون الشغيل عم يشتغل قبل، يشتغل مثل حكيته وبتعلم منهم بستفيد خبرة من الشغيل اللي قبل مشغلينه. اي والحمد لله رب العالمين. وكان أنا عندي 3 عمال 4 عمال الحمد لله هلا صاروا يعني فوق 10 الحمد لله رب العالمين فضل الله وكرمه. هلا في زيادة في زيادة شغل في، بس نحن بالنسبة أنا أول ما اشتغلت ما كان حد يعرفني يشغلني، ايه شغلي خفيف بعدين صار عندي خبرة صارت خلق الشغل صرت اشتغل عند العالم صار زاد شغلي كشغل عملي يعني هذا هو زاد شيء بسيط. من بعد الزلزال زاد شوي اشتغلنا بصناعة الراعي فتح شغل كتير. ايه صرنا ما نلحق كل نهار مثلا عنا صبتين ثلاثة مثلا متعلق هلأ وقفت صناعة الراعي، صرنا اشتغل بصناعة غلين اشتغلت شوي كمان رجعت هلأ وقفت يعني بسبت المادي شوي ضعيفة بالبلد وقفت دقرت شغل شوي. ايه بس هلا الحركة البنيانية كلها للمدنية، والمدنية عم اشتغل يعني بتعرف شغل النهار بحكمنا 3-4 صبات النهار ما في شيء يعني مو شغل دوين، بس عامة الشغل كويس عامة الشغل كويس. اللي عم له عم نأسسه وننشئه إن شاء الله لمثلا معمل بوزة مثلا أو برادات أو يعني بدنا نحرك حالنا نشتغل في هالبلد إن شاء الله هيك يعني، وناوين إن شاء الله الخير للجميع نشغل هالعالم معنا ونشتغل ونكمل بعضنا لبعضنا ونبذل جهد أكثر يعني شغل نستطيع. ونتمنى كل واحد مثلا بيحسن ينتج أي مشروع في البلد لنكمل بعضنا يعني طبعا كلياتنا ما يقصر يعني ينتج يبدع بأي مشروع بأي شيء كان إن كان صغير إن كان كبير يعني كله بتبع بعضه ومكمل بعضنا لبعض ومنتابع شغلنا إن شاء الله للجميع. هذا الشيء دفعني عم نشوف بلد كبيري وفي عالم كثيري وفي إقبال لهالمشاريع، ومشان هيك مكملين إن شاء الله متوكلين على الله وغيلين يا رب، وعم نشتغل وعم نحاول نشتغل قد ما بنقدر نوسع الأكثر وأكثر، وإن شاء الله دائما للأمام نتابع إن شاء الله. نتمنى الخير للجميع إن شاء الله، أي واحد بحسن يعمل مشروع ولو صغير يتابع فيه ما يقصر كمان. هذا الشيء دفعني عم نشوف بلد كبيري وفي عالم كثيري وفي إقبال لهالمشاريع، ومشان هيك مكملين إن شاء الله متوكلين على الله وغيلين يا رب، وعم نشتغل وعم نحاول نشتغل قد ما بنقدر نوسع الأكثر وأكثر، وإن شاء الله دائما للأمام نتابع إن شاء الله. نتمنى الخير للجميع وإن شاء الله، أي واحد بحسن يعمل مشروع ولو صغير يتابع فيه ما يقصر كمان. صعوبة تأمين المواد ما في صعوبة، بس ولكن في غلاء ما بيصير يعني من سنة لسنة عم بفرق معنا الغلاء، عم بفرق معنا البضاعة. مثلا الحديد كان من سنتين 450 مثلا 460 هلا في 625 مثلا. ايه في غلا ما في صعوبة، بس ولكن في غلا فقط لا غير يعني، والتمينتو نفس الشيء واليد العامة كله عم بصير يعني في غلا، وهيك عم بنفرض علينا. انا اليوم راح من تركيا صلي على نزل طويل صلي هون مقارب لعشرة ايام او 15 يوم. فانا لما نزلت انا مصلحتي حداد عربي مقارب عن 6 سنين او 7 سنين مصلحتي هي ومعلم فيه انا.
لما نزلت انا اليوم يوميتي 50 ليره. طيب ال 50 ليره شو راح تعمل لنا هون؟ يعني اليوم 50 ليره ورقبتي عائله يعني وهيك، فما بكفيني يعني، مو قادر احط خبز ولا احط طبخه يعني. والحمد لله ربعي نزلت هون، جيت صابنا اخونا ابو زكور مدينه الباب وبنشتغل معه بصب البيتون يعني هون. ويعني انا مبتدئ لسه، مبتدئ بالمصلحه فيها وما صار لي انه ايام يعني، الساعه اعطاني 300 ليره يوميه والحمد لله الله يجزيه الخير يعني. هلا احنا هون عندنا الشغل يعني الحمد لله الشغل كثير، بس بالنسبه لنا نحن الشباب، انا اليوم مثلا من تركيا يعني يوميتي بتركيا 1000 او 1200 يعني مقارب. اليوم 1200 عم بنزل لهون على الريف الشمالي، انه بعدها عم تعطيك 50 ليره. طيب اليوم 50 ليره من 1000 لل 50 حرام يعني. انا اليوم 50 شو راح اشتري فيها؟ طيب شو راح اعمل فيها؟ انا 50 ليره بتركيا يعني كنت اشرب فيها فنجان قهوه مثلا. انا اليوم انا يعني صار عمري 21 سنه مثلا، بدي اتجوز، كتجوز كافتح بيت ما بحسن يعني. اليوم اجور قليله او يعني اليوم اعطيك مثلا 100 ليره، اليوم 100 ليره شو راح تعمل لي؟ يعني برقبتي اهلي وانا والدي متوفي يعني صار له فتره، وعندي خواتي باركين بالبيت. طيب مثلا انا اليوم هي بدي اتجوز، منين اروح اصمم لحتى اتجوز؟ طيب منين بدي اروح اجيب لحتى يعني هون لحتى نشتغل يعني وهيك؟ الحمد لله يعني الشغل كثير وموجود شغل وكل شيء، بس بالنسبه للاجور اجور قليله. والحمد لله وضع البلد عم ميكن ممتاز يعني، ككهرباء كمي كموفر كل شيء الحمد لله رب العالمين. بس بالنسبه للاجور الحمد لله هون اخونا ابو زكي الله يجزيه الخير مدينه الباب، هو يعني استقبلنا ورحب فينا والله، الله يجزيه الخير يعني يكتب اجر والله، عم شغلنا عنده على المراوح يعني. والحمد لله رب يعني الشغل عنده ميكن ممتاز يعني كثير الحمد لله رب يعني، في شغل كثير موفر كل شيء شغل. بس بالنسبه للاجور، الاجور يعني هي بالنسبه يعني اقول لك الاجور يعني، بس الاجور هي قليله، لو اجور يعني عاليه شوي فكل الشباب تشتغل. انا اليوم واحد ناس هلا انا جاي من تركيا، فلما شفت الاجور هيك قلت لا خلص تركيا اشرف لي يعني، تركيا كارحم لانها يعني كاجور هنيك يعني، فيني هنيك انا اصمد لحتى اتجوز، فيني امن مصروف اهلي يعني، فيني امن مستقبل لي كهون. فبالبلد هون في ما في انه مستقبل خالص بالنسبه للاجور يعني. اليوم اي بقول لك اللي معه راس مال بحسن بيشتغل وبعيش ملك هون، بس اللي ما معه راس مال هي عاده الشعب هيك يعني، خلص بيطلع بيشتغل هل فيه هو النصيب وقدم فيه مصروفه للبيت. الحمد لله يعني الشغل موفر كل شيء، بس بالنسبه للاجور يعني انا اليوم شاب بطلع يعني 50 ليره، انا ما بشتغل 50 ليره شو راح تعمل لي؟ يعني بدي اشتري اليوم ربط الخبز ب 10 ليرات، بدي اشتري خبز ولا اشتري خضره ولا اشتري شو للبيت يعني، من عدا المي من عدا الكهرباء من عدا هيك. بس الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال يعني.